المقاتلة الرئيسية لسلاح الطيران والبحرية الأمريكية خلال فترة الستينيات والسبعينيات كانت المقاتلة F4 فانتوم، لكن F4 فانتوم كان ليها قصة غريبة وطريفة وفيها درس عملي مهم جدا. الفانتوم في الأساس صممت كطائرة اعتراضية لاعتراض القاذفات السوفيتية. مع تطور صواريخ جو جو والرادارات افترض المصممين ومخططين سلاح الطيران الأمريكي أن القتال الجوي أو الدوك فايت أصبح من الماضي، وبالتالي تركيب مدفع للطائرة أمر غير ضروري، خطأ قاتل مبني على فرضية وهمية. كل الخيالات الأمريكية هتتدمر في حرب فيتنام. هيكتشفوا أن الطائرة فانتوم بتواجه المقاتلات السوفيتية ميج 17 وميج 21، والأصعب أن الرادارات الأمريكية المتطورة والصواريخ جو جو كانت غير فعالة بسبب التضاريس الجبلية في فيتنام، وبالتالي أصبح الطيارين الأمريكيين حرفيا عزل من السلاح بعد استنزاف صواريخ جو جو الخاصة بيهم واللي كانت فعاليتها ضعيفة بسبب التضاريس. شهدت المرحلة الأولى من حرب فيتنام سقوط عدد كبير من طائرات فانتوم بسبب عدم امتلاك مدفع وبسبب عدم تدريب الطيارين على القتال الجوي او الدوك فايت. بدا الامريكيين في تدارك الخطا بتصنيع المقاتلات فانتوم الجديده بمدفع داخلي، لكن طبعا اتعلموا الدرس بعد فوات الاوان وخسائر كبيره جدا. الدرس العملي هنا بلاش فرضيات وهميه، ودايما يبني على الواقع اللي هتقابله وليس الواقع الموازي الموجود في خيالك.